في الداخل الإيراني أعدمت السلطات الإيرانية 7 سجناء بعد تعرضهم للتعذيب، لترتفع حصيلة قتل السجون الإيرانية إلى حوالي 30 قتيلا. ذكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن النظام قتل 7 من المعتقلين بعد أن تم نقلهم للحبس الانفرادي، ومن بينهم الرئيس السابق لكلية الإذاعة والتلفزيون كريم زراكر، والذي تم سجنه بتهمة ملفقة. وكان القضاء الإيراني قد حكم على زراكر بالإعدام دون أن يمثل أمام المحكمة. وعلى صعيد حركة الإضرابات العمالية، أضرب مجموعة من الأطباء عن العمل في أكثر من 70 مدينة إيرانية، وذلك احتجاجا على فساد النظام الذي أدخل البلاد في أزمة كبيرة وتسبب بتراجع الخدمات الصحية. وكان الأطباء المحتجون قد احتشدوا أمام مبنى وزارة الصحة للاعتراض على الإدارة المالية الخاطئة من قبل الحكومة، وطالب المحتجون النظام بضرورة إصلاح ما تم إفساده، وأن الرعاية الصحية للمواطنين أهم بكثير من دعم الإرهاب. هذا وطالبت مجموعة من الشخصيات المعروفة من حقوقيين وسياسيين في بيان لهم بإجراء استفتاء عام تحت إشراف أممي لتحديد ملامح النظام المستقبلي لإيران. وفي بيان صادر عن هذه الشخصيات التي وصفت النظام الحاكم في إيران بأنه غير قابل للإصلاح، وقالوا إنه اختبأ طيلة العقود الأربعة الماضية ولا يزال خلف عباءة الدين وتمترس خلف المفاهيم الدينية، واعتبروا أن النظام قد استغل الدين كوسيلة ودفع بالبلاد إلى الانسداد السياسي وفوت جميع فرص الإصلاح وتحول إلى عقبة أمام حرية الشعب وفق تعبيرهم. وطالبت الشخصيات الموقعة على البيان بإجراء الاستفتاء العام في إيران استنادا إلى حق تقرير المصير المكفول في ميثاق الأمم المتحدة لكي يتمكن الشعب من حل الأزمات التي تواجه البلاد. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من عمان الدكتور نبيل العتوم، المحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني. مساء الخير دكتور نبيل، من وجهة نظركم ما هي الرسالة التي يريد أن يوصلها نظام الولي الفقيه من خلال تصريح وزير الخارجية الإيراني بأن بلاده سبق وأن قدمت واجبها تجاه العراق، وهي تصريحات جوفاء بالنظر إلى الحضور الشكلي لنظام الولي الفقيه في مؤتمر إعادة إعمار العراق؟ شكرا جزيلا لك. يعني هي رسالة جوفاء كما تفضلت. إيران هي الدولة رقم 1 المعنية بتدمير الوضع في العراق منذ احتلال العراق من جانب القوات الأمريكية في نيسان من عام 2003. المثير أنه الدولة الغائبة عن مساعدة العراق هي إيران، وهي الدولة الأولى المسؤولة عن خراب هذه الدولة وتدميرها وتفكيك مؤسساتها بفضل الميليشيات الموازية التي قامت إيران بإنشائها والأحزاب الطائفية التي دمرت الدولة العراقية من الناحية السياسية ومن الناحية الاجتماعية ومن الناحية الثقافية ومن الناحية الأمنية. وبالتالي العراق بات القاعدة لبناء الكريدور لإيران ورأس الحربة في بناء المجال الحيوي. وللأسف الشديد إيران استغلت مدخل الأزمة العراقية للاستثمار لتدمير المنطقة العربية وبث الفوضى والصراعات فيها. ولولا تدخل إيران وحرسها الثوري لنجح العراق في بناء دولة نموذجية. يعني أخي العزيز، العراق الآن هنالك عجز في مديونيته أكثر من 133 مليار دولار. الآن نحن نتحدث هذا حسب تقارير البنك الدولي، وتكلفة إعمار العراق بلغت أكثر من 300 مليار دولار. الآن للأسف الشديد لا زال التساؤل أنه أين ذهبت كل هذه الأموال العراقية بعد أن تم إهدار فقط في عهد فترة المالكي أكثر من 850 مليار دولار باعتراف عبد المهدي وزير النفط العراقي السابق. الآن لا شك أنه هنالك عدم رغبة حتى من جانب الدول الإقليمية والجانب الدولي للاستثمار في العراق بسبب التدخل الإيراني الخطير. إيران قامت بإنشاء أكثر من 16 ميليشيا طائفية، وباتت الطائفية تمزق هذه الدولة بشكل غير مسبوق. الأمر الثاني ضعف الحكومة العراقية بسبب هيمنة إيران على القرار السياسي والأمني والاقتصادي، خاصة أنه نعم أول من أمس نبيل. كان في هناك نعم دكتور نبيل، يعني المشاهد أو المتابع للشأن الإيراني يرى أن من أهم المكاسب التي حققتها الانتفاضة التي بدأت في ديسمبر الماضي
هي تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة وكسر هيبة الولي الفقيه في الداخل الإيراني. كيف ترى دلالات هذين العاملين على مستقبل النظام الإيراني؟ أنا بعتقد أنه هذه الاحتجاجات التي اندلعت في إيران هي جرس إنذار للدولة الإيرانية. كما تعلم أنه هذه الاحتجاجات ما زالت يعني مستمرة لغاية الآن. إحنا عم نتحدث عن شعارات طرحت تؤكد رفض النظام أو الشعب الإيراني للنظام الحاكم لسياساته الخارجية. طرح شعار لا سوريا ولا لبنان قلبي فداء إيران. انتقد بشكل مباشر سياسات الولي الفقيه في تدمير المنطقة وإهدار أكثر من 7 مليارات دولار سنويا فقط على مدخل الأزمة السورية. يعني بمناسبة هنا أول من أمس كانت صحيفة دنياي اقتصاد الإيرانية تحدثت، شوف كيف الآن إيران تحاول أن توظف حتى عدم مساعدة العراق، يعني هي يد عربية ودولية تريد إعمار العراق ويد تدمر العراق. تحدثت عن مكاتب ستجنيها إيران من مشاريع إعادة الإعمار في العراق قد تصل إلى من 10 إلى 12 مليار دولار، وهذه طبعا للأسف الشديد في الوقت اللي أحجمت فيه عن دعم العراق لا زالت مستمرة في نهب المساعدات وتريد أن تنهب هذه المساعدات. في واقع الأمر أنا بعتقد أنه تدخل إيران من خلال الأزمات الإقليمية سوف ينعكس على الوضع الداخلي الإيراني في ظل انهيار غير مسبوق حتى للتومان. بالأمس وصل الدولار إلى أكثر من 5000 تومان وهو أمر غير مسبوق منذ انتصار الثورة الإيرانية. نعم دكتور نبيل، تحقق مثل هذا الأمر. أخيرا أود أن أناقش وجهة نظرك في هذا الخبر. نعم. دكتور نبيل، مجموعة من الشخصيات المعروفة من حقوقيين وسياسيين طالبوا في عريضة موجهة إلى الأمم المتحدة بإجراء استفتاء شعبي لتقرير المصير للشعب الإيراني. دلالات هذا أو هذه العريضة؟ أنا بعتقد أنه هذا يعكس السياسة العنصرية لإيران. إيران تمارس سياسة عنصرية ضد مختلف الطوائف والأقليات في إيران، سواء كان ضد الأقلية الكردية، ضد الأقلية العربية البلوشية وغير ذلك. أنا يعني تقارير حقوق الإنسان تحدثت بشكل كبير وبشكل فاضح عن انتهاكات إيران لحقوق الإنسان. إيران تصدرت قائمة الدول في قائمة الإعدامات في العام الماضي، سبقت الصين في ذلك. هنالك إعدامات خارج القضاء، وهذا طبعا ربما هذه سياسة الفشل التي عززها منذ وصول الثورة الإسلامية ولغاية الآن حتى الذين تقلدوا مناصب، وهذا ما ظهر بشكل واضح من خلال تصريحات الرئيس روحاني بأنه ينبغي الرجوع إلى ما يسمى بفكرة الاستفتاء على سياسات النظام وعلى الخلافات التي تعصف بالنظام الإيراني. كل هذا جعل النظام الإيراني في العاصفة، خاصة نحن نتحدث عن فشل غير مسبوق سواء الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. هنالك استهداف لهذه الأقليات بشكل كبير. هذه الأقليات محرومة من التعليم، محرومة من وظائف الدولة، محرومة من الخدمات. أخي اذهب إلى خوزستان أو منطقة الأحواز وكأنك في العهد أو في القرن 16 نتيجة عدم وجود أبسط قواعد احترام حقوق الإنسان وتقديم حتى خدمات لهذه المناطق، بالإضافة لممارسة سياسة عنصرية ضد الأقليات والشعوب غير الإيرانية. نعم الدكتور نبيل العتوم المحلل السياسي من عمان، شكرا جزيلا لك.